الأنشطة المسطرة على صعيد جهة الغرب شاردة بن حسن قيادة حزب الاستقلال زارت المناضل والبطل المغوار الحاج محمد الأنصاري في منزله بمدينة القنيطرة. الغيور حكى لنا على القصص ديالو في المقاومه واللي لحد الان مازال كيحمل داخل الجسد ديالو تذكار منها. سنه 7 أغسطس 1454 كنا في المظاهره اللي كان ضمها حزب الاستقلال، وانا كلفني حزب من الناس اللي نسجل دوك المعطوبين باش في الليل نخبروا المنازل ديالهم، ولكن مع الاسف الشديد قضى الله تبارك وتعالى كانوا الشياطين ديال الفرنساويين كانوا في واحد الطار ديال واحد خائن كانوا في السطح، هما شافوني انا سنسجل ديال كسمو وما عطاوني قرطاسة ما كانش شي واحد اللي كان تيقول لي بان نحيا، هاد النص كله كان عندي ميت كله ما كانش. طيب ديك الساعة ما كانش متطور؟ لا ما كانش، حنا كانوا ديك الوقت كان تيعجبنا هي بالتلج. لا والقرطاسة واش زولتيها ولا باقي؟ لا باقي الآن باقي القرطاسة. القرطاسة يعني 60 سنة مازال القرطاسة. ديك الساعة كانوا داونا لذاك المستشفى ديال بن يوسف في الرباط، كان السجن تما، وعندنا ثلاثة الحراسة علينا، وحنا ما تنقدروا لا نتحركوا لا والو، وسيجيو سيطلوا بحال سيشوفوا الصباع سيطلوا من الشريج سيحلوا بقاو يشوفوا فينا. شحال الاستقلاليين يمكن كانوا تعتقلوا ذاك النهار؟ بلا عدد آلاف بلا عدد، ما نقدرش نهزرك. إذا المقاومين من بعد ما جاء الاستقلال شكون اللي استفاد من خيرات البلاد؟ الخونة طبعا. الخونة اللي استفاد؟ الخونة طبعا. الوطنيين الحقيقي؟ لا ما كان والو، أنا سنعرف أصدقاء اللي كانوا معنا في هذه الأخير الحياة ديالهم كانوا سيساهموا سكان في الشوارع باش يأسوا. الباقي حنا الحمد لله الحكم الوظيفي اللي دخلنا له هذاك هو اللي نفعنا. اما المقاومين اللي باعوا مساكن ديورهم وباعوا حوايجهم وباعوا داكشي ما يتصورش، ولكن بقاو في الاخير.